أهلا بكم في المسابقة الأقوى على مستوى العالم اليدوي كفشات الزاوية الحمراء. رحبوا معي بست الكل. الزاوية الزرقاء معنا ومعاكم هاند أوفر. لاعب كورة جاب هدف في بيتهم. ليش؟ ليش؟ مالق الحارس. ما الذي تفعله يا هاند أوفر؟ راوند 2. إيش أكتر قطعة أساس تضحك؟ إيش؟ الكوميدينو. يا إلهي، ما هذه المواجهة القوية؟ راوند 3. ليش الكيبورد شغال 24 ساعة مان؟ ليش؟ عنده شفتين. وي هاند أوفر انتصر. ومع نهاية مباراتنا نتمنى لكم ليلة سعيدة. قصوا ظفيركم وغسلوا أيديكم بالصابون ونراكم في الحلقة الجاية. صافحتكم السلامة.